نرحبوا بالحضور الكرام السادة الصحفيات والصحفيين لتلبية دعوة فريق الدفاع مع الأستاذ راشد الغنوشي. كنا عندنا أمل كبير في أنه ما وقع إثر اعتقال الأستاذ راشد الغنوشي سيليه مسائل قانونية أو أمور قانونية أو وضعيات قانونية أو على الأقل محاكمات وتحقيق وسائل تحقيق قانوني بالمحاكمات العادلة إلى محاكمات يعني خارج إطار القانون، والدفع إلى التنكيل بالأستاذ راشد الغنوشي في احنا نقوله للأسف الشديد في المكان المحتجز فيه أو في المكان الذي تم إيقاف الأستاذ راشد الغنوشي فيه. الأستاذ راشد الغنوشي اليوم موقوف من أجل تصريح سياسي تتالت القضايا منذ مسار 25، منذ إجراءات 25 جويلية تتالت القضايا القضية تلو القضية. يقع إيقاف الأخير الأستاذ راشد الغنوشي من أجل مجرد تصريح سياسي وقعت فبركته ومنتجته وتدليسه والاعتماد عليه من أجل إيقاف رئيس حزب سياسي ورئيس برلمان سابق، وللأسف يعني الوضعية هذه ما كانتش وضعية طبيعية. المنابر والنيابة العمومية تتفرج هل أنه وقت اللي يخرجوا ولا يمكن خلق مقرات حركة النهضة، ولا يمكن على أساسه تفتيش منازل، ولا يمكن على أساسه إعطاء نبات غير محدودة الزمن ولا محدودة المكان بشكل يكون خارج إطار القانون. مش تتقاتلوا، هل هذا مش تصريح؟ يعني إذا الأستاذ راشد في بطاقة الإيداع التي تلت الإيداع الرئيسي في الصحن الرئيسي للقضية الرئيسية، قضية هذا الفيديو المفبرك للأسف الشديد والتي لم تنطلي على أحد، وشبههم أنه يدافعوا على ما يرونه. ما خذيش قرار معلل المرة هذه، أما وقت لها أبقى عليه بحالة صراحة خذيها قرار معلل. النيابة العمومية بين قوسين قدمنا مطلب تجريح للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الذي استجاب بعد إماطتنا اللثام على العنصر المعادي هذا. استهداف السيد قاضي التحقيق من قبل تلك المدونة التي تشتهر هتك الأعراض والتشهير، المدونة هذيك اللي تكتب على القضاة، عملت تدوينة على السيد قاضي التحقيق، تهمته كونه حنين على حركة النهضة، رغم أنه كل قيادات النهضة قاضي التحقيق المتعاد بالملف عندهم علاقة ولا ما عندهمش، اللي جاوا قدام الكل وقف. التقرير اللي تعمله الكتاف اللجنة الوطنية للتحاليل المالية ما فيهوش يا رسول الله في حتى صفحة من الصفحات حتى الاسم طالو الأستاذ راشد الغنوشي، ما عنده حتى معاملة مالية مع أي من المتهمين في القضية، ما ثم حتى واحد متهم جبد الأستاذ راشد الغنوشي سلبا ولا إيجابا، لا قال لا ورده لا بره، معناها ما عنده معناها ما ثم حتى متهم في قضية الحال عنده علاقة بالأستاذ راشد الغنوشي. للحجج المتوافرة ضد كل متهم لورود اسمه جديد اليوم بعد ما درسنا الملفات الكل، الجديد في ملفات الأستاذ راشد الغنوشي كخلاصة أن هذا الرجل يستهدف من أجل كلمته، من أجل فكره، وحتى من أجل صمته. الأستاذ راشد الغنوشي معناها تم سماع واستنطاقه في العدد كبير من القضايا هذه كل معناها كأنه كنا نسمع من الصحافة ومن التسريبات اللي تصير اللي هي تهم كبيرة، كان يبقى في حال صراح لعدم ثبوت أي فعل ينسب لراشد الغنوشي فعل قام به. ولكن أخطر ما قام به راشد الغنوشي استوجب سجنه هو الدعوة للوحدة الوطنية ونبذ كل تفرقة أو إقصاء في تونس. هذه أكبر معناها ثبت أن هذه أخطر جريمة قام بها راشد الغنوشي. احنا عندنا الأستاذ أحمد المشرقي والأخ يوسف النوري في السجن دون استنطاق، حتى دون استنطاق. طلبنا من قاضي التحقيق تحديد جلسة لاستنطاق لأنه إيداع دون استنطاق غريب ولا يوجد معناها ما يبرره، لم يحدد إلى حد الساعة تاريخ الاستنطاق. أنا الملف غامض تماما.